أخبار اليوم. فيلم بيخاطب العقول البسيطة والعقول المتفتحة والمثقفين وغير المثقفين. فيلم بسيط بيروح للناس بشكل راقي جدا، بيقول لهم حاجة ممكن تكون غايبة عن الوعي أو الناس مشيت فيها، إن المدد بيجي من عند الشيخ أو من عند المقام أو بتاع. لا، المدد بيجي من عند ربنا، ما حدش يقدر يعمل لأي حد أي حاجة غير ربنا. وإلا إحنا بنقول إيه؟ اللهم عافينا واعف عنا إحنا واعفوا عنهم اللي هم الميتين، اللي هم أولياء الناس الصالحين، هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إحنا كلنا بنروح نزور، لكن دول قريبين من ربنا وقريبين لقلوبنا، لكن مش هم اللي بيعملوا. إحنا بنقول أنا واحدة من الناس، لازم روح سيدة نفيسة، روح ستنا عائشة، روح ستنا فاطمة، روح سيدنا الحسين، كل الكلام ده مظبوط، لكن هل هم اللي بيعملوا؟ لا، هم مش هو ده اللي أنا بقوله. إحنا بنقول للناس الرسالة اللي إحنا عايزين نبقى نوصلها للناس البسطة اللي ما بيعرفوش يقروا يكتبوا، والناس اللي بيعرفوا يقروا يكتبوا، والناس اللي طلعوا لقوا موروثات شعبية بتقول والنبي يا فلان لو حصل لي كذا لعملنا كذا، ولا تعملي له ولا يعمل لك، ربنا اللي بيعمل لنا، واحنا اللي يعني بناخد النفحة من عند ربنا. لكن بندعي في البيت ده علشان حب ربنا لآل البيت. صحيح صحيح.